نازل بتقول ده مش وقت العاصمة الإدارية أو البنية التحتية في البلد. طب وقتها إمتى؟ طب الناس اللي رجعت كلها من العراق ومن ليبيا وكانت بيوتها تتزرع إزاي؟ وإن هنلاقي منين مثلا الناس دي تشتغل؟ الناس اللي بيقول لك إن العاصمة ما كانش لها لازمة يجوا يشوفوا العامل المصري والمهندس المصري عملوا إيه في العاصمة؟ يعني تعالى أنت شوف بعينك واحكم. أنا كنت مسافر ليبيا، كنت شغال مقاول حر هناك، اتعرضت لحاجات كتير، حبس وتنظيم داعش وأنصار الشريعة. كنا شغالين وبعد كده جه تنظيم داعش قبض علينا والحمد لله قدرنا نهرب منهم، بس هربنا منهم بعد كده حصلت ظروف تانية وقبضوا علينا أنصار الشريعة بقى. الحمد لله جينا من ليبيا ونجينا من الحرب اللي هناك، حروب الأهلية اللي كانت شغالة هناك، واعتبر حياة جديدة عشتها في مصر، أمان. فالواحد اتحطم نفسيا ان فرصه العمل اللي كان شغال فيها اتقطعت او قفلت. كنت جاي مصر محبط الصراحه. اول مشروع اشتغلت فيه كان مستشفى الدفاع الجوي في عبده باشا، ولقيت فرص عمل حلوه كتير، ولما فتحت المشاريع في العاصمه ابتدينا نتحرك هنا وهنا واشتغلنا كتير، وفي شباب كتيره اللي كان يعني حلم السفر عندها اتقفل، لكن لما جينا واشتغلنا هنا لينا فرص عمل كتيرة والحمد لله كويسة أجمل من بره بكتير. كنت مسافر في ليبيا في 2009 رايح عشان تاكل لهم تعيش عشان تبني مستقبلك وتكون نفسك وأحلام بقى أحلام شباب، فلقيت الدنيا بتتدمر من حوالين إنك فنزلنا، فالنفسية كانت ضايعة خالص. يعني احنا قعدنا فترة كده سنتين ثلاثة بعد الثورات كانت الدنيا كلها نايمة، ما توقعناش ان البلد هتنفتح كده في المشاريع. فبدأنا بقى من 2016 ربنا كرمنا والمشاريع كترت وربنا كرمنا واشتغلنا. شاركت في عدد من المشاريع القومية مثل محطات الكهرباء، البرولوس، ابو رواش، العاصمة، واشتغلنا في مترو الانفاق جسر السويس، وحاليا في المونوريل. يعني نفسي أقول للناس إن إحنا بنشارك في مشاريع قومية بنعملها في بلادنا كنا إحنا شغالين فيها بره، إحنا بنعملها بإيدينا هنا، مشاريع بتفتح باب رزق لناس كتير وإحنا بنفتح بيوتنا منها، يعني بنعمر في بلادنا وبيوتنا مفتوحة. سافرت من 10 سنين كده، رحنا العراق اشتغلنا فيها شوية ولحد ما داعش دخلت في الموقع، فاضطرنا طبعا كلنا نمشي، فكنا طبعا محبطين واحنا جايين في السكه ان احنا هنلاقي شغل في مصر وهنلاقي الفرص ولا لا. يعني كل واحد كان يائس ساعتها، بالعكس نزلنا الحمد لله الفرص كانت متاحه واشتغلنا فيها والدنيا الحمد لله دارت وزي الفل. طلوع العاصمه لمت الناس دي كلها مواقع ومقاولين وشركات، ما كانش حد لقى فرصه شغل حاليا. بقالي 5 سنين شغال في العاصمه، اشتغلت في الرمايه، اشتغلت في الاستاد الكرة العاصمه الجديد، دلوقتي الاستاد الجديد. رحنا الابراج الصينيه، اخر حاجه المورال اللي احنا جينا فيها هنا دي. قعدت 3 سنين ادور على شغل لحد ربنا ما كرمني واحد صاحبي قال لي تعالى العاصمه الاداريه اشتغل فيها. رحت قدمت هناك وعملت وقدمت الاوراق واشتغلت والحمد لله. ان شاء الله انا شايف ان العاصمه الاداريه هتبقى حل لمشكله الزحمه في القاهره والتكدس السكان. العاصمه الاداريه ان شاء الله هتفتح مجال للناس كلها في السكن وفي الشغل وفي كل حاجه باذن الله. وفرت فرص كتيره للشباب الصعيد وادي بحر وكله عامه. يعني اشتغلت في مشاريع كتير، اشتغلت في فندق الماسا، اشتغلت في الاكاديميه، اكاديميه الشرطه. العاصمه الاول ما كانتش كده صحراء، ما كانتش فيها اي حاجه، دلوقتي ما شاء الله فيها مشاريع واستثمارات وخير للبلد وخير للشباب وشغل كتير الحمد لله. يعني لولا المشاريع القومية دي ما كانش حد لقي شغل، وما كنتش أنا واحد من الناس ما لقيتش شغل، وكان يعني فتحت فرصة عمل لجميع الناس، للشباب وللصعيد والناس اللي جاية من جميع البلاد. يعني هي شهادة تأمين على الحياة دي للعمالة المنتظمة ما كانتش موجودة قبل كده، ولما حصلت دي طبعا بتضمن للعامل اللي قدر الله تحت أي ظرف من الظروف وإن حقه يرجع له، بيخلي العامل يشتغل وهو عارف ان هو يعني متأمن. حاجة جميلة بتعملها الدولة لشبابها انك انت بتأمن عليك في كل حاجة، انك انت بتحس انك انت محمي
يعني بتأمنهم من كل حاجة، ما تأمين ضد يعني الصدمات وضد الإصابات، يعني بتحس إنك أنت شغال في أمان. دلوقتي فعلاً العاصمة الإدارية، الشباب هيشتغل فين؟ مفيش يعني دول أمان زي مصر، الناس كانت خايفة تقرب ناحية الصحراء، دلوقتي الناس تتمنى إنها تقعد في الصحراء دي بسبب العمار اللي حصل فيها. إحنا جينا فعلاً أيام ما بدأنا المشاريع كانت العاصمة تراب، هي دلوقتي حاجة يعني تدعو بالفخر، مصر بتتبني بلد جوه البلد، بلد جوه البلد، زي ما عمرت بلاد كتير هي قادرة تعمر نفسها وتقوم. بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنقول له شكرا يا فندم ان انت قدرت تستوعب مشكله مصر وتحط الحلول اللي هي الممتازه ليها. يعني بشكره جدا على فرص العمل الكتيره اللي عملها، والحمد لله البلد استوعبت ولادها وهيت لهم فرص عمل كتيره، يعني احسن من بره بكتير، الحمد لله على كل حاجه. نوجه له كل الشكر والتحيه، لاني انا عايز اقول لحضرتك احنا كنا كام مليون في ليبيا ورجعوا، كنا كام مليون في العراق ورجع، وفي بلاد كتير، الناس ديت لو فيش مشاريع قومية كانت هتعمل ايه؟ انا بشكر سيادة الرئيس على المشاريع القومية دي لانها فيها خير للبلد وخير للشباب، والناس مش عارفة كده، بس هي حاجة جميلة جدا لينا، والله الواحد بيحس بفخر انه يشتغل في مشاريع زي المشاريع القومية دي، لما يعدي كده ويشوف نفسه انه هو كان في المشروع ده كان شغال، ويقول انا كنت شغال هنا في المشروع ده بايدي، حاجة جميلة بتخلي الواحد يحس بعزة نفس كبيرة يعني، وفخور بكل حاجة طبعا احنا عملناها طبعا. بتعدي على كل حاجه خلصت، انت نفسك بتحس ان انت عملت انجازات في البلد. يعني احنا بعد ما شطبنا كده مشروع جسر السويس اللي هو المترو، انا نفسي اقول للناس كلها ما انا شاركت في المشروع ده، انت عامل زي واحد زرع زرع ونبت وفرحت بثمرتها. وكفايه فرحه بنتي ان في وسط زملاتها في المدرسه قالت لهم ان والدي شغال في مشروع زي المونوريل، دي كفايه دي عندي بالدنيا كلها. باذن الله هننفذ بالعاصمه الاداريه كل المدن اللي في العالم. أنا شايف إن هي يعني حاجة حلوة يعني وتشرف.